أخبار اليوم. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 486 لسنة 2015 قرر يعين كل من السيد المهندس محمد أحمد عبد القادر عبد الظاهر محافظا للإسكندرية. بسم الله العظيم، أنا محافظ مجلسنا على نظام الجمهورية، وأنا أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأنا أحترم الدستور والقانون، وأنا أؤدي عملي بذمة الصدق. السيد أحمد حلمي فتحي عبد الحميد الهيتمي محافظا للسويس. بسم الله العظيم، أنا أحافظ مخلصا على نظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي عملي بذمة الصدق. السيد أحمد ضيف محمود محمد صقر محافظا للغربية. أقسم بالله العظيم، أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق. السيد إبراهيم عبد النبي نصر محافظا لكفر الشيخ. أقسم بالله العظيم، أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق. السيد مجدي فؤاد حجازي علي محافظا لأسوان. أقسم بالله العظيم، أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق. السيد عادل محمد إبراهيم يوسف الغضبان محافظا لبورسعيد. أقسم بالله العظيم، أن أحافظ مخلصا على نظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق. السيد خالد محمد سعيد حسن شحاتة محافظا للشرقية. أقسم بالله العظيم، أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق. السيد محمد كمال سعيد الدالي محافظا للجيزة. أقسم بالله العظيم، أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق. السيد طارق حسن حسنين محمد نصر محافظا للمنيا. أقسم بالله العظيم، أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق. السيد الدكتور رضا محمد محي الدين أحمد فرحات محافظا للقليوبية. أقسم بالله العظيم، أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق. السيد المهندس شريف محمد عبد العزيز حبيب محافظا لبني سويف. أقسم بالله العظيم، أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق.